اوكي، فالنهارده هنكمل سلسله الحان عيد القيامه. اللحن اللي هناخده النهارده هو لحن اسمه تين أناستاسين. تين أناستاسين، وده بيتقال في الدوره بتاع عيد القيامه. احنا زي ما عارفين في عيد القيامه بعد البروكسيس بنقول اونيم ناي، وبعده اونيم ناي بنقول يا كل الصفوف السمائيين. بعد كده بنعمل التمثيليه، وبعد ما التمثيليه ما بتخلص بنبتدي بقى الدوره. بنبتدي ايه؟ الاول لحن بيتقال هو خريستوس انيستي الكبيره الطويله، بعد كده خريستوس انيستي السريعه، بعد كده بنقول تون سينا اللي احنا خدناه، وبعد تون سينا بنقول لحن تولي صوص ده برضه احنا خدناه، وبعد تولي صوص بيجي ايه؟ تين أناستاسين. يعني احنا خدنا تون سينا وتولي صوص، ودلوقتي هناخد تون تين أناستاسين. وبعد تين أناستاسين بنقول لحن خريستوس افتون، ده بيتقال على وزن خريستوس انيستي، تمام. وبعد خصوصا افتون بنخش بقى في ايه؟ في المحير وشيط الانجيل وكده، ماشي، والمزمور السنجاري، ماشي. احنا خدناه المزمور السنجاري بتاع القيامة، خدناه. اوكي، فكله معانا هزات، تمام. اوكي، اسمعوا اللحن. هو اللحن يعني جميل وحلو، ويعني هو بالظبط على بعض يعني ياخد مثلا دقيقتين ونص ثلاث دقايق، مش اكتر من كده. ده بيتقال في ليله عيد القيامه، وفي الايام ممكن تقوله برضه في ايام الخمسين المقدسه. ممكن تقوله برضه في ايام الخمسين المقدسه لو حابب تقوله. برضه بعد البراكسيس، بعد ما اثناء الدوره، احنا في ايام الخمسين المقدسه بنعمل دوره برضه في الكنيسه، فدي ده بيتقال الحان الدوره واحده. يعني خصوصا نيستي وتون سينا ممكن وتولي صوص، يا لو في وقت في يعني عشان في كانت خاطر الوقت في الاداديس اللي هي بتاعت الخمسين المقدسه بيقولوا بس خصوصا نيستي ممكن الطويله والسريعه، وممكن يقولوا تون سينا، بعد كده بيخش على طول بقى ايه في المحير وشيك الانجيل عشان الوقت يعني. بس لو في وقت لو عايز تقول كل الالحان تحت الدوره يعني قولها، مفيش مشكله يعني. اوكي، يلا هقوله وفضلوا معايا بالهزات، بعد كده يبقى ناخده جزء جزء. زي ما انتم شايفين انا قسمته لخمس محطات. اوكي، تين أناستاسين صخر
طبيعته كده هاديه ويعني وبالراحه كده اوكي. فناخده حته حته. والنغم على فكره مش صعبه يعني، هي تبان صعبه بس هي مش صعبه، هي سهله جدا. فزي ما انتم شايفين انا مقسمها خمس محطات، والنغمه بتتكرر في محطات في كذا محطه. يلا مع بعض اوكي. اقول جزء طول ورايا تين أناستاسين. يلا مع بعض تين أناستاسين. شوف سين بتنزل في الاخر سلم من أربعة. يلا تاني 1 2 3 تين أناستاسين. صخري استي. بص ازاي هقولها تاني صخري استي. يلا مع بعض صخري. نجيب بقى من الاول، من اول تين 1 2 3 تين أناستاسين صخري استي تطلع من ثلاثة بعد كده بتنزل من ثلاثة بص هزة بعد كده بتنزل ايه سلم يلا مع بعض تاني واحنا قلنا ايه ازاي؟ يلا مع بعض الحته دي كلها بعضها 1 2 3 صو صو دي بتتخطف احنا قلنا ايه؟ صو بتطلع فيها ايه؟ سلم كده لفوق. بص التاني. صو. تمام؟ نجيب من اول ايه بقى؟ نجيب من اول الثلاث هزات اللي بنطلع فيهم والثلاثه اللي بعدين نازلين. بتنزل تاني من ثلاثة. يعني انت بعد ما بتطلع في صو بتنزل بقى زي او تمام؟ تمام؟ اوكي اسمعوها مني الحتة دي كلها. وهقفل صوتير، شوف هقفل صوتير ازاي. السلم الاخير ده بيتقفل ازاي تير تير فيها هزتين تير. يلا نجيب نجرب الجزء ده اللي انا لسه قايله 1 2 3 نو سوري يلا صو
كلها على بعضها من اول تين أنستاسين. اوكي يلا 1 2 3 تين أنستاسين صخري يلا 1 2 3 تين أنستاسين صخري أنجيل
في واحد. يلا نجرب، يلا 1 2 3
اوكي المحطة الثالثة النغمة مختلفة شوية، بس هنرجع تاني لنفس النغمة في المحطة الرابعة. فالثالثة المحطة الثالثة هي المختلفة. بص ازاي ابتدي بقى واطية كيما اس، نقسمها ولا ناخدها حتة واحدة؟ طب اوكي هقولها تاني، فوكس معايا، بص على الهزات بعد كده نجرب. كيما اس، يلا مع بعض. كيما اس ثاني. بص ازاي تو سيبي، نجرب تو سيبي. هجيب من الاول، من اول محطه اسمها ايه؟ نجيب من الاول، من اول كي 1 2 3 كي ما اس تو سي. تمام اخر مره وكان كم عشان ايه النغمه تظبط. بس يلا 1 2 3 كي اوكي توس اي بي دي محتاجه تتظبط. احنا قلنا ايه؟ توس اي، يعني بص اسحبها لفوق كده توس اي بي، يعني بعد ما تسحبها لفوق بتنزل سلم وبتقفل ايه بالبي. بص ازاي نجرب بقى من اول كي 1 2 3 كي ما اسحب تو سي تركب عليها بالظبط، بس هزات بس. بص ازاي احنا قلنا ايه تو سي اي 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 بنعلى اكتر، يعني المجموعة الجديدة دي بنعلى أكتر. احنا قلنا ايه؟ ايه ايه هعلى ايه ايه هعيد ايه ايه بعد كده في هزة في الآخر ايه. تمام؟ اوكي اسمعوها مني، اسمعوها مني جاست فولو.
تشتغلوا بالهزات بعد كده خليكم كلكم تجربوا. هنقول ايه؟ يلا 1 2 3
Ah.
ايام. يلا حته ديت قرز ايام سيزوك. نجيبها حته على واحد عشان ايه نظبط النغمه. قرز ايام سيزوك. تاني قرز ايام سيزوك. بص ازاي قرزي سيزوك صا زي. شفت الصاد دي بتتخطف ازاي وبنعلى فيها كده؟ يلا نجرب اول قرزي. يلا 1 2 3 قرزي صا زي. اوكي نجيب بقى المحطه الخامسه كلها على بعضها من اول انكسار. بص ازاي انكسار two three in casa Yeah.
سنين.